الرئيس عبد الفتاح السيسي من قلب الصعيد: الإصلاح الاقتصادي ضروري ونسعى لتوفير السلع بأسعار مناسبة. السيسي يكلف الجيش والشرطة بسحب أراضي وضع اليد قبل نهاية الشهر الجاري، ويحذر: مصر مش طابونة، في ناس مش لاقية تاكل وناس تانية واخدة 20,000 فدان. الحكومة تعلن عن علاوة جديدة لأصحاب المعاشات تصرف أول يوليو المقبل. ضبط 5 مسؤولين تقاضوا رشاوى لخفض مديونيات أصحاب المخابز. بعد تنصيبه رسميا كرئيس جديد لفرنسا، ماكرون أتعهد بإعادة بناء الاتحاد الأوروبي وإعادة الثقة للفرنسيين.